عندك شيء، وزارة الدفاع لم تعمل شيء، وزارة الداخلية لم تعمل شيء، فوضى عارمة، البلد ماشية إلى الهاوية، وهذا السبب فيه هو وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكل الوزارات مجتمعة، كل الوزارات متحملة هذه المسؤولية. الوضع خطير جدا جدا، وهذا ما أريد أن أقوله. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك خويا رمضان. لعل مكالمة رمضان، وأولا ماذا تعلق على مكالمة الدكتور؟